السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مدارس هبة الله، مادة التربية الإسلامية، الصف السادس، الفصل الأول. درسنا هو الدرس 31، صلاة الاستسقاء. طلابي الأحباء، طلاب الصف السادس في مدارس هبة الله، بداية موضوع درسنا هو صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي من الصلوات التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاها المسلمون من بعده. هذه الصلاة لها حالات ولها حكم ولها تعريف، هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس إن شاء الله، ورح نتعرف على كيفية أداء صلاة الاستسقاء وسنن هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. بداية طلاب الأحباء، فلننظر سويا ونلاحظ الآن التلخيص الموجود كمقدمة في بداية الدرس. أهمية الماء، لو سألنا طلاب الأحباء ما هي أهمية الماء في حياتنا؟ بداية، الماء هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الكائنات الحية، سواء إنسان أو حيوان أو نبات. إذا الماء هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الكائنات الحية، أي جميع المخلوقات، فهو أساس الحياة. إذا أهمية الماء هو أساس الحياة للكائنات الحية جميعها، من حيوان وإنسان ونبات، وذلك من قوله تعالى. إذا هذا الكلام هو دلالة قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. إذا هذا هو دلالة، أو هذه دلالة، أو هذه العبارة هي دلالة قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أن الماء باختصار هو أساس الحياة، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ماء، ولا حتى النبات ولا الحيوان. أيضا الماء له استخدامات كثيرة في حياتنا، منها للشرب، للتنظيف، للطبخ، للنظافة، أو للتنظيف، قلنا التنظيف، الطعام والشراب، الماء مهم جدا. أيضا لسقي أو ري المزروعات وللحيوانات كذلك هو مهم. إذا هو أساس الحياة. الآن ما هو واجبنا تجاه هذه النعمة؟ الماء كما قلنا هو نعمة من نعم الله تعالى علينا، ما واجبنا تجاه هذه النعمة؟ أحسنتم، هو الاقتصاد في استعماله. إذن يجب علي أنا كمسلم أن أقتصد في استخدام الماء حتى يستمر معي لأطول فترة ممكنة. وأيضا من واجبنا تجاه هذه النعمة شكر الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يديم علينا النعم إن شكرنا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الآن قد يمر يا أحبابي الطلاب الآن فترات تنحبس فيها، أو ينحبس فيها المطر، ينحبس المطر عنا فترات، وهناك أسباب لانحباس هذا المطر. من أسباب انحباس المطر كما روى النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث: كثرة الذنوب والمعاصي. وأيضا من أسباب منع المطر أو حبس المطر عنا هو منع الزكاة. إذا من أسباب، مرة أخرى، من أسباب توقف نزول الغيث علينا أو المطر أو الماء علينا كثرة الذنوب والمعاصي، معاصي الناس، معاصي العباد تكثر أو تزيد، وأيضا منع الناس للزكاة، فهذه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انحباس المطر. الآن طلاب الأحباء، لو حاولنا الآن أن نستنتج أو أن نضع تعريفا لصلاة الاستسقاء، يمكن أن يكون بهذا الشكل. طبعا بداية في عندي صورة، هذه الصورة هي لصلاة الاستسقاء، تمثل صلاة الاستسقاء. طبعا صلاة الاستسقاء هنا نلاحظ الإمام يكون في مقدمة المصلين، ثم يأتي بعد ذلك المصلين. نلاحظ أن المصلين طلاب الأحباء منهم الرجل الكهل أو كبير في السن، منهم الشباب الصغار والفتيان، ومنهم متوسطي الأعمار. إذن هنا يشهد أو تشهد هذه الصلاة أيضا عدد كبير من المسلمين المصلين، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم وأن ينزل عليهم الغيث. إذن هذا مشهد من مشاهد صلاة الاستسقاء. الآن خلينا نشوف الآن تعريف لهذه الصلاة. صلاة الاستسقاء يا طلاب الأحباء هي صلاة خاصة، صلاة خاصة يصليها من المسلم بكيفية معينة، يطلب فيها الغيث من الله سبحانه وتعالى. إذا تعريف صلاة الاستسقاء هي صلاة خاصة يصليها المسلم بكيفية معينة، يطلب فيها الغيث من الله سبحانه وتعالى، أي المطر أو الماء من
عند الله سبحانه وتعالى. طلاب الأحباء، الآن خلينا نشوف حكم صلاة الاستسقاء. ما حكم صلاة الاستسقاء؟ تعرفنا على تعريف صلاة الاستسقاء، الآن رايحين نتعرف على ما هو حكمها، حكم صلاة الاستسقاء. حكم صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. ما معنى سنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة معناها أي أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، إذا حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات التي كانت تقل فيها نزول المطر. إذا سنة مؤكدة معنى سنة مؤكدة، هذا الحكم سنة مؤكدة، أي أن النبي واظب عليها، واظب عليها. إذا كل ما كان يتأخر المطر عن المسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي مع المسلمين صلاة الاستسقاء. في حال مثلا يصلي صلاة الاستسقاء، تصلى في حال تأخر المطر، فالمسلم في هذه الصلاة الآن يظهر افتقاره وحاجته لله سبحانه وتعالى، يتذلل لله سبحانه وتعالى في طلب الله سبحانه وتعالى، ويتذكر نعم الله تعالى عليه، ومنها الغيث. يسمى المطر بالغيث لأنه يغيث الإنسان ويحيي الكائنات الحية جمعاء. إذا حكم صلاة الاستسقاء، لو سألتك في الامتحان يا سادس إن شاء الله ما هو حكم صلاة الاستسقاء، تقول لي سنة مؤكدة. في حال سألناك ما معنى سنة مؤكدة، أي واظب عليها النبي، أي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال تأخر المطر. طلاب الأحباء، طلاب الصف السادس في مدارس هبة الله، الآن راح نتكلم عن كيفية أداء صلاة الاستسقاء. قلنا نذكركم إن شاء الله من جديد، نقول صلاة الاستسقاء تصلى أو تصلى بكيفية معينة، أي بطريقة معينة تصلى طلبا للغيث، يصليها المسلم طلبا للغيث. فالمسلم يظهر افتقاره، حكمة مشروعيتها أن المسلم يظهر افتقاره لله سبحانه وتعالى، يظهر افتقاره وحاجته لله سبحانه وتعالى، ويستعين بالله ويتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه كما قلنا سابقا. الآن كيف أصلي صلاة الاستسقاء؟ إذا كيفية صلاة الاستسقاء كيف نؤديها؟ لنتعلم معا. الآن أول نقطة بدي إياك تفهمها طالبي في طلاب مدارس هبة الله، طلاب الصف السادس، يعلن ولي الأمر في الناس موعد الصلاة ويؤدونها ويدعوهم طبعا قبل ذلك للتوبة والاستغفار. إذا الآن صلاة الاستسقاء يحدد ولي الأمر، أو مثلا مثال وزير الأوقاف يحدد وقتا لصلاة الاستسقاء أنها ستكون مثلا بعد 3 أيام أو بعد أسبوع أو بعد أيام محددة الآن أو معينة، الآن يطلب من الناس أن يخرج أن يستغفروا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل موعد صلاة الاستسقاء. إذا يعلن ولي الأمر في الناس موعد صلاة الاستسقاء، بيحددوها الأوقاف مثال ذلك، ويدعو الناس للتوبة والاستغفار. هاي أول نقطة في كيفية أداء صلاة الاستسقاء. النقطة الثانية، يتجه المصلون إلى القبلة. الآن اجتمعوا المصلون لأداء هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. طبعا من المستحب قبل أو من الهدي النبوي في صلاة الاستسقاء، طلاب الأحباء اللي هي من السنن، أنهم كانوا يصلوا دائما، يكثروا من الصدقة، يحثهم ولي الأمر على الإكثار من الصدقة والطاعات والاستغفار والتوبة قبل موعد الصلاة، وهذا حري بالإجابة. إذا حتى الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا، نكثر من الصدقات والأفعال أو الأعمال الخيرة حتى يتقبل منا هذه الصلاة. أيضا الآن يتجه المصلون إلى القبلة ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم 7 تكبيرات بين كل تكبيرة وأخرى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. طيب قبل هذه المعلومة قلنا خلينا نعطي كمقدمة، المصلون اللي بيذهبوا لصلاة الاستسقاء طلاب الأحباء، من المستحب أنه يتشهد أن يشهدوا هذه الصلاة الأطفال الصغار والكبار في السن والشباب، أيضا النساء، وأيضا يستحب أن تشهد هذه الصلاة أن نأتي بحيواناتنا، بعض الحيوانات يعني اللي عندهم حيوانات يأتوا بها إلى مكان المصلى قريب بالقرب من هذه الصلاة. لماذا؟ حتى يشهدوا أكبر عدد ممكن من هذه الكائنات الحية أو المخلوقات ليظهروا افتقارهم لله سبحانه وتعالى، فهذه من السنن. إذن يتجه الآن المصلون نحو القبلة. قلنا تصلى صلاة الاستسقاء في مكان عام، من الأفضل أن تصلى في مكان عام طلاب الأحباء. لماذا؟ حتى يشهد هذه الصلاة أكبر عدد ممكن من الناس أو من المسلمين. الآن يشهد المصلون، يأتي المصلون إلى هذا المكان، ثم يقفون باتجاه القبلة، إذن يتجهون باتجاه القبلة، ثم يكبر الإمام، إذن هناك إمام يكبر تكبيرة الإحرام،
بعد تكبيرة الإحرام كم تكبيرة يكبر؟ ثم يكبر 7 تكبيرات. إذا في الركعة الأولى 7 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي اللي عند البدء. بين كل تكبيرة وأخرى، يعني 7 تكبيرات بين التكبيرة بين قول الله أكبر، ثم نقول، يعني عندما نقول الله أكبر نقول بعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم نقول الله أكبر، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هكذا حتى ننهي 7 تكبيرات طلاب الأحباء. الآن طلاب الأحباء، طلاب الصف السادس، النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة، يتم الركعة الأولى الإمام طبعا كما يفعل في سائر الصلوات، يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة، ثم يكبر تكبيرة القيام للركعة الثانية، يعني يصلي الركعة الأولى كاملة ويركع فيها ويسجد، ثم يقوم ليكبر تكبيرة القيام للركعة الثانية. إذا الآن ركعة، خلصنا الركعة الأولى نأتي للركعة الثانية، تكبيرة القيام عند البدء بالركعة الثانية قبل القراءة. الآن ثم يكبر بعد تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات. إذا في الركعة الأولى قلنا إذا تتذكروا 7 تكبيرات على تكبيرة الإحرام، إذا 8 بالركعة الأولى. في الركعة الثانية 5 تكبيرات عدا تكبيرة القيام، إذا في الركعة الثانية 5 تكبيرات عدا تكبيرة القيام، إذا مجموعهم 6 تكبيرات. طبعا بين تكبيرة والتكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ما تنسوا طلاب الأحباء. الآن بعد ما كبرنا 5 تكبيرات في الركعة الثانية، يتم الركعة الثانية، يعني يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم كما في سائر الصلوات. الآن بعد الانتهاء من الصلاة، إذا ركعتين، إذا لاحظوا معي ركعتين، صلاة الاستسقاء ركعتين. بعد الانتهاء يعني بعد التسليم من الصلاة، الآن يأتي دور الخطيب فيخطب الإمام في الناس خطبتين. إذا لاحظوا معي كم خطبة يخطب الإمام في المصلين؟ يخطب في المصلين خطبتين. متى يكون موعدهم؟ موعدهم بعد الصلاة. إذا هذا مهم جدا، إذا موعد أو موقع الخطبتين لا تكون قبل الصلاة مثل صلاة الجمعة. إذا في اختلاف هون بين صلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة، الخطبتين في صلاة الاستسقاء تكون بعد الصلاة كما هو في صلاة العيد طلاب الأحباء. وأيضا عندي صلاة الاستسقاء قلنا الخطبتين تكون بعد الركعتين، يكثر فيهما، يستحب له أن يكثر فيهما من الدعاء والاستغفار أثناء الخطبتين. الآن هذه هي كيفية أداء صلاة الاستسقاء بهذا التسلسل. إذا ركعتين، مراجعة سريعة، ركعتين صلاة الاستسقاء تصلى في مكان عام حتى يشهدها أكبر عدد من الناس. الآن تكبيرة الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات عدد تكبيرة الإحرام، وتصلى كالصلوات العادية بين التكبيرة والتكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يتم الركعة الأولى كما يفعل في سائر الصلوات، ثم عندما يتمها يقوم لأداء الركعة الثانية فيها تكبيرة القيام بداية، ثم يكبر 5 تكبيرات أيضا بين التكبيرة والأخرى، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يصليها كسائر الصلوات الركعة الثانية يتمها ويسلم، وبعد ذلك يخطب الإمام في الناس خطبتين يكثر فيهم من الدعاء والاستغفار. هكذا بنكون أنهينا كيفية أداء صلاة الاستسقاء. الآن طلاب الأحباء، من الهدي النبوي في صلاة الاستسقاء أي من السنة مراعاة عدة أمور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه الأمور، ونحن كمسلمين الآن نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا نحذو حذو النبي عليه الصلاة والسلام ونقلد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من السنة الأمور، القيام بهذه الأمور عند صلاة الاستسقاء. خلينا نتعرف على هذه الأمور اللي هي من الهدي النبوي الذي كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء. الإكثار من الصدقة والطاعات والصيام 3 أيام قبل الصلاة، إذن من الأمور التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الاستسقاء، عندما يحدد موعد لصلاة الاستسقاء كانوا يصومون 3 أيام ويكثرون من الصدقة والطاعات والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا كانوا، لو قلنا سؤال علل، لماذا يصلي المسلمون أو يصوم المسلمون عفوا 3 أيام قبل صلاة الاستسقاء؟ طبعا كلكم تعرفوا طلاب الأحباء الصيام فيه تذلل وفيه حضور للقلب، إذا لما للصيام من تذلل وحضور القلب؟ أيضا دعوة الإنسان لما يكون صائم دعوته مستجابة وفيه تذلل، إذا لماذا الصيام مستحب قبل صلاة الاستسقاء؟ لأن فيه تذلل وحضور للقلب. الأمر الثاني اللي مستحب إني أنا أقوم فيه عند أو
عند صلاة الاستسقاء تكرار الصلاة في حال عدم نزول المطر، يعني ممكن نصليها أول مرة وما ينزل المطر، فيستحب لي إني الآن أصليها مرة ثانية ومرة ثالثة حتى ينزل المطر. إذا تكرار الصلاة من السنن، إذا تأخر علينا المطر صلينا صلاة الاستسقاء أول مرة ولم ينزل علينا الغيث نصليها مرة ثانية، فإن لم ينزل نصليها مرة ثالثة ورابعة. إذا تكرار الصلاة من السنن. النقطة اللي بعدها من السنن كان أيضا أو تؤدى تأديتها جماعة في مكان عام، كما قلنا تؤدى في مكان عام، يعني الأصل أن تؤدى في مكان عام، لكن إذا صليناها في المسجد لا ضير في ذلك، إذا ما في مشكلة إن شاء الله، صلاة مقبولة بإذن الله تعالى. إذا تأديتها جماعة في مكان عام، وقلنا لماذا في مكان عام؟ ليشهدها أكبر عدد. إذا لو سألتك في الامتحان علل من السنن أو من الهدي النبوي صلاة الاستسقاء في مكان عام، الإجابة ليشهدها أكبر عدد، لأنه ممكن المسجد يستوعب عدد معين، لكن في مكان عام مفتوح الآن يستطيع أكبر عدد من المصلين أن يشهدوا هذه الصلاة. النقطة اللي بعدها حضور النساء والأطفال من الرجال. إذا حضور النساء والأطفال مع الرجال، عفوا، إذا حضور النساء والأطفال مع الرجال قلنا، وأيضا كبار السن، ومستحب أيضا أن يأتوا بحيواناتهم، إذا حتى يظهروا الله سبحانه وتعالى وحتى يظهروا ضعفهم وحاجتهم لهذا الغيث من الله سبحانه وتعالى. أيضا تكون من غير أذان ولا إقامة. إذا صلاة الاستسقاء ما فيها أذان ولا فيها إقامة، وإنما ينادى. إذا كيف نعرف أنها صلاة استسقاء؟ ينادى أو ينادي الإمام الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، إذا تصلى بدون أذان ولا إقامة. نركز هون طلابي الأحباء. إذا هذه السنن هي من الهدي النبوي في صلاة الاستسقاء، حفظ مهم جدا يا طلابي الأحباء. الآن طلابي، طلاب الصف السادس، ننتقل بعد ما شرحنا الدرس إن شاء الله لمناقشة أختبر معلوماتي. خلينا نشوف أختبر معلوماتي. السؤال الأول: أبين المقصود بصلاة الاستسقاء، ما تعريف صلاة الاستسقاء؟ أحسنتم، هي صلاة يؤديها المسلم بكيفية معينة يطلب فيها الغيث من الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: أذكر حكم صلاة الاستسقاء، ما حكم صلاة الاستسقاء؟ أحسنتم، هي سنة مؤكدة، قلنا سنة مؤكدة معنى سنة مؤكدة أي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال تأخر نزول الغيث. السؤال الثالث: أستنتج الحكمة من صلاة الاستسقاء، إيش حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء؟ إذا يظهر فيها المسلم حاجته واستعانته بالله في طلب الغيث. السؤال الرابع: أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ألف: صلاة الاستسقاء مقصورة على الرجال فقط، ما رأيكم طلاب الأحباء؟ معلومة خاطئة، إذا قلنا يشهدها الرجال والنساء والأطفال وأيضا الحيوانات، ممكن نجيب الحيوانات أيضا تحضر الصلاة. الآن النقطة الثانية: صلاة الاستسقاء لا تكون إلا في مكان عام. إحنا قلنا من السنة أن تكون في مكان عام، لكن كلمة لا تكون يعني فيها تقييد، إذا هنا صلاة الاستسقاء لا تكون إلا في مكان عام خطأ. الأصل أنها تكون في مكان عام، وأيضا جائز أنها تكون في المسجد، لكن الأفضل أن تكون في مكان عام. السؤال أو الفرع الثالث: جيم، صلاة الاستسقاء صلاة خاصة يخطب فيها الإمام في الناس خطبتين ويكثر من الدعاء. أحسنتم، معلومة صحيحة. هيك بنكون أنهينا طلابي الأحباء في مدارس هبة الله، أنهينا درس صلاة الاستسقاء. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يصلكم هذا الدرس بإذن الله تعالى سلسا وسهلا بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية طلابي الأحباء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.